السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. حضرتك سؤال بس في الاعتكاف العام قبل الماضي كنا معتكفين، وحصل خلاف اللي هو كان حصل ده ان بعض الدول كان مجمع ان بكره رمضان، وحصلت حاله كده فتنزل يوم. مصر هنا احنا في تربه، في ناس خرجت من الاعتكاف ايه؟ ورجعوا بيوتهم. هل اعتكاف الناس اللي خرجت قبل ما يتم الاعتكاف اعتكافهم صحيح، ولا اعتكافهم ولا هو نقض اعتكافهم بالخروج؟ هم خرجوا على سبيل الخطأ. ما استنوش ظهور رؤية. ها، ما انتظروش ظهور الرؤية. ما هم خرجوا في المغرب، عند اذان المغرب خرجوا وعادوا البيوت تاني، وظن منهم خلاص بكره جاي. السنة هذه السنة، والله أمرهم إلى الله، ثواب أمرهم إلى الله سبحانه. يعني الاعتكاف لابد أن يتم، يعني أن يتم 10 أيام أو 9 أيام على حسب الرؤية، ولا ثوابهم على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر. من انتهت من سنتين المسألة. سمعت سؤال تاني يا حبيبي مولانا. هو واحد صلى، الإمام صلى فزاد ركعة، الإمام صلى فزاد ركعة، الأخ اللي هو داخل لو كان متأخر ركعة، هل يسلم على الإمام بقى تمام صلاته، ولا الركعة دي بطلة من الفائقين؟ لا، هو يبني على عدد ركعات نفسه. على عدد ركعات نفسه، يعني هو كده أتم صلاته صحيح. أي نعم.